السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم عن كوب شاي يقضي على مستقبل الفني للفنانة نعيمة الصغير، وهنعرف تفاصيل كتيرة معانا النهاردة في الفيديو عن الفنانة الراحلة نعيمة الصغير، واشتهرت بأدوار الشر في السينما المصرية أو الحما القاسية، وسنعرض لكم أبرز محطات حياتها معانا في الفيديو. ولدت نعيمة الصغير عبد المجيد في 25 ديسمبر عام 1931 في الأسكندرية، كسبت لقب الصغير من زوجها محمد الصغير، وانطلقت في مجال الفن كمغنية مونولوج في الملاهي الليلية، وانضمت هي وزوجها لفرقة إبراهيم حمودة، وانضمت بعدها نعيمة الصغير وزوجها لفرقة إسماعيل ياسين. وحينها رأت المخرج حسين الإمام وعرض عليها دور مطربة في فيلم يتيمتان، ومنها انطلقت بعدها لعمل السينما. وقدمت أيضا نعيمة الصغير إعلان تلفزيوني، شعرت نعيمة الصغير بصوتها الخشن، وكان ذلك بقصة غريبة تسببت في الغيرة، حيث قامت واحدة من زملائها بدس مادة سامة لها في كوب شاي، ولكن نظرا لأن نعيمة كانت تتمتع بصحة جيدة وجسمان قوي فقاومت السم ونجت من الموت، إلا إن أحبالها الصوتية تأثرت وأصيبت بتلف بالغ أدى إلى تحول صوتها، وللمفارقة أصبح هذا الصوت واحد من العلامات المميزة لها في أدوارها سواء على شاشة السينما أو التلفزيون. وبعد نجاتها من الموت اختفى صوتها تماماً، وبعد عدة سنوات عاد صوتها خشن جدا، وكان سببا في اختيارها أدوار الشر. وما لا نعرفه عن الفنانة الراحلة نعيمة الصغير إن كانت لديها حلم العمل كمطربة، وبالفعل غنت قبل الحادث حادث تغيير صوتها في عدة أفلام سينمائية، وشاركت في الكثير من الحفلات بأغاني رومانسية. ورحلت نعيمة الصغير عن عالمنا في 20 أكتوبر 1991 عن عمر يناهز 59 عام، ولكنها ما زالت حاضرة بيننا بأعمالها التي قدمتها وتميزت فيها بأدوار الأم أو الحما أو أي أدوار قامت بها زعيمة عصابة، وأتقنت الدور الشر فيها في عدد أفلام كتير، من أبرزها ليلة الموعد ومولد يا دنيا والشقة من حق الزوجة والعفاريت، وأكسبها صوتها الخشن وأدوار الشر في كلامها شهرة كبيرة. وهي اسمها الحقيقي نعيمة عبد المجيد عبد الجواد، ودي كانت القصة المأساوية للفنانة نعيمة الصغير، وكيف تسبب كوب الشاي في خشونة صوتها للأبد.